وتوسيع قدرات وإمكانيات الأفراد فيما يتعلق بالمشاركة والتأثير والتعامل مع المؤسسات العامة. وأوضح بشمالة أن الاستدامة تعني التطوير المستمر القائم على تنويع الأساليب العلمية والعملية ومراعاة جميع الجوانب الأخرى التي تضمن استمرارية التنمية. في تمام الثامنة صباحا نتوقف مع جولة إخبارية عبر لحظات ونكون وزملاء في استدبار الجولة الإخبارية الصباحية. AM Kuwait local time. That's all 500 hours GMT. This is Radio Kuwait, transmitting on 963 kHz on the medium wave for our listeners in the state of Kuwait and the Arabian Gulf area. Our local listeners can also receive our transmission on 93.3 MHz on the FM band. GCC, Joint Program Production Institution, presents... Islam and peace.